أهلا وسهلا بكم في موقع اشرح لي، الذي يعرض نماذج ثلاثية الأبعاد لأجهزة جسم الإنسان الموجودة في المنهاج الفلسطيني. من هنا يمكنك التعرف علينا أكثر. نرجع إلى القائمة الرئيسية ونضغط يلا نتعلم لبدء الشرح. سوف تظهر لك هذه الواجهة، سننتظر حتى يتم تحميل المجسم. هذه هي واجهة التعلم في البداية. سوف يظهر لك الجهاز البولي، يمكنك الدوران حوله باستخدام الزر الأيسر للفأرة، ويمكنك الاقتراب والابتعاد باستخدام عجلة الفأرة أيضا. يمكنك استخدام أسهم لوحة المفاتيح للصعود والنزول لو رأيت التفاصيل بشكل أوضح. عند الإشارة لأي عضو من أعضاء الجهاز سوف يظهر لك الاسم الخاص بالعضو المشار إليه مع ظهور الشرح الخاص به على يمين الشاشة. ننتقل إلى المتحكمات الموجودة على يسار الشاشة. سوف نبدأ من الأسفل للضغط على إعادة ضبط الإعدادات لإعادته إلى مكانه الأصلي. من هنا يمكنك التحكم في حجم الخط عن طريق الوقوف على هذا الشريط والسحب بزر الفأرة الأيسر إلى اليمين أو اليسار. من هنا يظهر الجهاز الهضمي كما هو موضح في الكتاب المدرسي. ننتقل إلى الكلية. لمزيد من التفاصيل قمنا بتشريح الكلية. اضغط على الكلية لتشريحها. عند الضغط ينفصل الجزء الأول ويدعى الغلاف. عند الضغط مرة أخرى ينفصل الجزء الثاني ويدعى بالقشرة. وهنا يمكنك رؤية أجزاء الكلية الثلاث. يمكنك الرجوع إلى الجهاز البولي من خلال النقر على الجهاز البولي كاملا. في قسم الإضاءة يمكنك التحكم بالإضاءة الخلفية والأمامية والإضاءة العامة للمجسم. إذا أردت الدوران حول المجسم يمكنك تشغيل الدوران التلقائي. وللإيقاف يمكنك الضغط على إيقاف التشغيل. نذهب إلى إعادة ضبط الإعدادات، ثم يمكننا الرجوع إلى القائمة الرئيسية من خلال الضغط على شعار موقع اشرح لي للرجوع. شكرا لكم، وهكذا نكون قد انتهينا من شرح كيفية استخدام موقع اشرح لي.